سوار، سوار إدلب، سوار إدلب، نحن كلنا أحرار، نحن نطالب بالمعتقلين، نطالب برحيل الطاغية بشار وأعوانه. روسيا إيران هو الإرهابي، نحن ليس إرهابيين، نحن شعب هذا الأرض، هو يرحل عننا، نحن شعب، شعب حارم وشعب إدلب وشعب سوريا. نحن اليوم طلعنا في مدينة حارم في مظاهرات عارمة نطالب بإسقاط النظام، ونريد العالم أننا جميعا متحد وهو إسقاط النظام. طبعا في جمعة لا الدستور ولا إعمار حتى يسقط بشار. Thank you.